إلى قرطاج مستمعي ديوان اف ام، مرحبا بكم من جديد. شكرا لكم على المتابعة وعلى الاستماع، شكرا لكل من اختار موجاتنا، موجات إذاعة ديوان اف ام. هذا برنامج إلى قرطاج في آخر عدد له برنامج حاولنا نخصوه على امتداد فترة الحملة الانتخابية الرئاسية لمواكبة هذا السباق الانتخابي الرئاسي السابق لأوانه. قبل 24 ساعة أو أكثر بقليل من الاقتراع في تونس، قبل الصمت الانتخابي انطلاق عملية الاقتراع بالنسبة لتونس في الخارج، لكن قبل هذايا باش نحاولوا نقيموا فترة الحملة الانتخابية بإيجابياتها وسلبياتها بحضور المجتمع المدني وسعداء باستضافة وحضور اليوم مدام رملة بن فرحات عن شبكة مراقبون الحديث حول هذا الموضوع. مرحبا بك. عسلامة. مرحبا. ذكر المستمعين والمستمعات كالعادة بوسائل التواصل والتفاعل صفحة الفيسبوك ديوان اف ام، لتجمو تخليوا فيها كل التفاعلات والأراء والمقترحات. إذا تجمو تابعونا في المباشر بالصوت والصورة عبر ستريمينج لايف على صفحة الفيسبوك ديوان اف ام، كما تجمو تابعونا زاد على السيت ويب ديوان اف ام .net اللي تقعوا فيه آخر الأخبار وجميع تسجيلات برامجنا. في الجزء الثاني إن شاء الله مش يكونوا ضيوفنا ليلى شرايبي رئيسة منظمة عتيد وحسنة بن سليمان عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لكن قبل هذايا نحكيه على تقرير شبكة مراقبون في علاقة برصد الحملة الانتخابية وأهم الملاحظات والاستنتاجات والخلاصات اللي تم التوصل لها مع ضيفتنا في الاستوديو رملة بن فرحات. كيف يمكن أن نقدم هذا التقرير؟ بالنسبة للحملة الانتخابية كما قلت أنتما، فما إيجابيات وفما سلبيات. الإيجابيات اللي لاحظوها العبيد الكل يظهر لي هو موضوع المناظرات اللي كان هو النقطة الإيجابية في الحملة الانتخابية هذية، ولو أنه معناها في وسط المناظرات فما مشاكل صغيرة نقوله نحن، اللي هي كما نعرفوا نحن نقطة التكافؤ، يعني عدم احترام مبدأ التكافؤ بين الفرص اللي تنص عليه القانون عدد 16 المنظم للانتخابات والاستفتاء، بما أنه فما زوز مترشحين معناها ما قاموش بالمناظرة هذه، ولكن بصفة عامة المناظرة تكون هي النقطة الإيجابية الكبيرة للحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2019. إيجابية من حيث الشكل أم أيضا من حيث المضمون؟ من حيث الشكل، من حيث المضمون نجموا نقولوا لي سؤالات معناها كانت شوية هكا خليت المترشحين ما ينجموش يعطيوا ما عندهم الكل معناها لما أنه، وفما حاجة أخرى زادة لي سؤالات زادة ما جيوش زادة نجموا كل اللي ما احترموش زادة مبدأ التكافؤ بين الفرص، خاطر فما سؤالات جت سهلة بالنسبة للمترشحين، فما سؤالات جات صعيبة بالنسبة للمترشحين اللي تنجم تخليهم في حرج قدام المتشاهنين، خاصة أن المناظرات كانت مباشرة. بالنسبة للنقاط السلبية، احنا كشبكة مراقبون الملاحظين متاعنا رفعوا ملحوظاتهم، مازلنا قاعدين نرفعوا في ملحوظاتنا بما أن مازلنا في خضم الحملة الانتخابية في آخر يوم من الحملة الانتخابية. النقاط السلبية كالعادة المخالفات العادية اللي انقلناها في انتخابات 2014، انتخابات البلدية 2018، اللي هي تعليق الصور متاع المترشحين في الأماكن غير مخصصة لهم، تقطيع زيادة الصور في الأماكن المخصصة ليهم، معناها هذه مخالفات موجودة في أغلبية الجهات في أغلبية الولايات. الحاجة الأخرى اللي لاحظتها شبكة مراقبون هو نسبة العنف اللي ظهرت في الانتخابات هذية، في الحملة الانتخابية هذية، معناها برشا عباد تعرضوا للعنف من قبل مساندي حملات مترشحين، يعني من غير ما نذكروا أسمائهم. احنا بالنسبة لنا شبكة مراقبون عندنا منسق الجهوي لولاية صفاقس تعرض زادة للعنف من قبل مساندي وأمنيين معناها في خضم الحملة الانتخابية. وقتاش هذايا؟ اليوم نهار السبت اللي فات.
انصار لمترشح اعتدوا عليه ولا مواطنين عاديين ولا كيفاش؟ لا هما في انصار والامنيين اللي يرافقوا الموكب اللي يحمي في المترشح هذا. دونك احنا هو قاموا بتعنيفه والاخطر انه معناها كي قال لهم راني انا ملاحظ راني هوني ملاحظ راني ماني شوي قالوا له مش بيناش بيك في بيننا مواطن عادي معناها ديما يعني تتعاود السلوكيات نعاود السلوكيات هذيا ديما متواصلين التوم تاع العنف ويظهر لي حتى اليوم ولا البارح كروش اسماء المترشحين اللي قاموا باخلالات احنا ضمن التقرير نتاعنا مش يتسميو الناس الكل معناها باش نحطوا الناس الكل التقرير الختامي يعني نعم التقرير الختامي للحمله الانتخابيه باش نحطوا فيها ملحوظاتنا الكل بالاسامي اما خاطر احنا توا قاعدين نجمعوا في المعلومات الكل نجمعوا في الاثباتات الكل ما نخافوا لا نظلموا حد ولا نقولوا حاجه غلطه لذلك احنا نتثبتوا بالقدام المعلومه اللي جاتنا نعاودوا نكلموا الملاحظين نتاعنا نتثبتوا كان هما اللي شافوا معناها المخالفه والا فما حد حكى لهم على المخالفه لازمنا نتاكدوا من المعلومات اللي تجينا. طيب رمله بن فرحات عن شبكه مراقبون مشروع رصد اثنين خلينا نفهموا منهجيا شنو هما لي زاكس اللي خدمتوا عليهم شنو هما المحاور والنقاط اللي حاولتوا من خلال هذا التقرير ربما ترصدوا من خلالهم الايجابيات والسلبيات. المنهجيه؟ نعم باهي بالنسبة للمخالفات اللي تصير معناها في الطريق العام معناها نحكيو المخالفات بالنسبة للحملات وكل شيء عندنا ملاحظين منتشرين في الولايات الكل عندنا 560 ملاحظ متنقل اللي هما بالنسبة لينا نحن هما فرق التنسيق والمشرفين اللي هما يكونوا حاضرين زاد نهار الانتخابات هذوما منتشرين في الولايات الكل وهما اللي يرفعون المخالفات والملحوظات متاعهم بالنسبة للرصد اثنين يتضمن زادة ملاحظة المخالفات اللي تتم على المواقع التواصل الاجتماعي وهذه حاجة جديدة وإحنا كنا عملنا مشروع رصد واحد في الانتخابات البلدية وتوا عودنا رصد اثنين احنا صحيح معناها المده اللي بدينا فيها مده قصيره وتعرفوا اللي انتم احنا في انتخابات اشتغلتوا على الفتره 12 سبتمبر هذيك اهو 12 سبتمبر اللي هي فتره قصيره معناها ما تخولكش معناها تقنيا انك تشوف المخالفات الكل اللي موجودين على وسائل التواصل الاجتماعي تعرفوا انتم وصلت التواصل الاجتماعي هو اهم معناها توا وسيله بعد المعلومة ربما البعض يتساءل الآن يقول لك شم دخلكم في الفيسبوك هذا فضاء حر ثم المفروض تتلهوا بوسائل الإعلام العادية الكلاسيكية كما الإذاعات والتلفاز أيضا العمل الميداني واليوم فما برشا كلام يتقال في علاقة بالمناخ الانتخابي بتكافؤ الفرص بمدى قيام هيئة الانتخابات بواجباتها شنو رأيكم في هذا الشأن؟ احنا بالنسبة لنا اللي يقول احنا مش مدخلنا في وسائل التواصل الاجتماعي راهو القانون الانتخابي معناها يمنع الاشهار السياسي معناها في وسائل التواصل الاجتماعي معناها وخاصة معناها في الفترة الانتخابية الكل المشكلة نحن ديما نعاود نرجعوا للاشهار السياسي ولا التعريف القانوني للاشهار السياسي اللي هو مفاهيم فضفاضة كيما الدعاية السياسية كيما الاشهار السياسي الاشهار السياسي فضفاضة ما تنجمش تعرف شنو الحاجة اللي تدخل في اطار الدعاية وشنو اللي تدخل في اطار الاشهار السياسي ولكن هذا ما يمنعش اللي في على وسائل التواصل الاجتماعي تنجم تلقى اشهار سياسي معناها كي باش تلقى ان سبونسورينغ ان كانديدا معناها يعني المترشح مذكور باسمه بتصويرته بالعدد نتاع اللي باش يجي في ورقه الاقتراع هذا يعتبر من الاشهار السياسي. انتم قمتوا فقط برصد الصفحات الرسميه للمترشحين ام انه فما اخرى فما صفحات تطبيقا اخرى للقانون حثتوا عليها؟ احنا تطبيقا للقانون رصد الصفحات الخاصه بالمترشحين وبالاحزابهم طبعا باحزابهم هذوك يتبعوا الحمله الانتخابيه نتاعهم معناها والوسائل لي ميديا معناها لي باج وسائل الاعلام لي باج نتاع وسائل الاعلام هذوك زادا كيف هما طبق عليهم القانون اللي هما ما نجموش يعملوا لا دعايات ولازمهم يحتربوا مبدا تكافؤ الفرص بين المترشحين الكل. طيب وبقيه الصفحات لانه نشوفوا برشا مترشحين تلقى صفحات في الظاهر ماهيش تابعه المرشح اكس
ولكن في حقيقة الأمر هي متاع فريق اتصالي وإعلامي لنفس المترشح باسم آخر باسم عام ما عنده حتى علاقة بهوية المترشح. اسم مواطن. اسم مواطن ولا حتى تسمية عام. نجم تلقى. هذوما تقوموا برصدهم ولا؟ لا ما نجموش نقوموا برصدهم خاطر كما قلت لك تقنيا معناها حاجة صعيبة برشا أنك باش ترصد برسك باش نقولوا باش نرصدوا نحن لي باج الكل اللي موجودين في تونس الكل. شكون ينجم يعمل مش مدخل حتى تصير تجاوزات قانونية بالنسبة للمترشحين وحملاتهم الانتخابية؟ المدخل هذا موجود بالقانون، القانون ما يمنعش المواطن العادي اللي يستعمل وسائل التواصل الاجتماعي بنشر معلومات تتعلق بمترشح ما، وخاصة خاصة توا رانا باش نبداو في فترة الصمت الانتخابي معناها اللي هي أهم فترة معناها اللي باش تبدا اليوم مع نص الليل. لو نرجع بعد شوية نحكيو على الصمت الانتخابي والضوابط اللي لازم يتقيدوا بها المترشحين ووسائل الإعلام وكل الفاعلين في علاقة بالمسار الانتخابي الرئاسي، ولكن قبل هذا أعطيتنا فكرة على الأقل حول منهجية هذا المشروع، مشروع رصد اثنين على الأقل. خلينا نبدأ بقضية صفحات التواصل الاجتماعي وجدل كبير اليوم حول تأثير الفيسبوك في توجيه الناخب التونسي والتلاعب بالرأي العام وربما ضرب هذا الطرف أو ذاك. شنية أبرز الملاحظات اللي خرجتوا بهم رملة بن فرحات عن شبكة مراقبون؟ احنا بالنسبة لنا التقرير مازال ما معناها ما تختمش معناها الملحوظات اللي عندنا نحن. احنا نجم نفسر لك المنهجية شنو عملنا نحن وشنو لاحظنا. بالنسبة للملحوظات رانا مازلنا معناها قاعدين نجمعوا في المعلومات الكلهم وهذوما الكلهم باش تم نشرهم في التقرير الختامي معناها اللي هو باش يكون يوم الاقتراع ولا غدوة اللي هو نجمه لا نجمه ابارتير من غدوة ننشروه اي ديك معناها لا كوليكت جمع المعلومات الكل والملحوظات اللي عندنا الكل معناها خاطر احنا تعرف لي ملحوظات جينا من البلايس الكل وكل شيء وعندنا العبيد المختصين اللي قاعدين يتثبتوا من المعلومات خاطر ديما نقول اللي احنا رانا ما نخرجوش معلومه نتحراو قبل ما نخرجوا اي معلومه ما نجموش معناها مسؤوليه كبيره انك تخرج معلومه غالطه بالنسبه للمترشح على مترشح اخر. طيب المشروع هذا يشمل ايضا وسائل الاعلام التقليديه يشمل وسائل الاعلام اذاعات وتلفز فقط ولا حتى الصحافه المكتوبه؟ حتى الصحافه المكتوبه. طيب في نفس السياق وفي علاقة بنفس الموضوع نحكيه على مشروع رصد اثنين بالنسبة لشبكة مراقبون وعملية الرصد اللي تقوموا بها للتجاوزات والإخلالات في علاقة بالحملات الانتخابية. برشا تساؤلات تطرح في علاقة بدور هيئة الانتخابات ونشوفه في برشا نقد يوجه للهيئة على اعتبار وأن يقول لك فما مرشحين قاعدين يوظفوا في أشياء غير قانونية وإلا لا تتماشى وأخلاقيات الزمن الانتخابي. اليوم كيفاش تقيموا أداء الهيئة في علاقة بهذه المسائل؟ وانت أشرت منذ قليل قلت حتى فما مترشحين اليوم تمنعوا وإلا ترفضوا وإلا ما سمحتش الظروف وأنهم باش يشاركوا في المناظرات وحكيت على مبدأ تكافؤ الفرص في النقطة هذه بالذات. معناها باش نقولوا اللي الهيئة ما كانش عندها دخل كبير معناها في عدم احترام مبدأ تكافؤ الفرص نظرا أنه الزوز المترشحين نحكيوا عليهم ناس كل تعرفهم تم منحهم قضائيا معناها بواسطة معناها قرارات قضائية معناها عندنا حد قرار قضائي وعندنا حد خارج تونس معناها وخايف أنه يرجع لتونس لا تطبق عليه قرارات قضائية. دونك هنايا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ما عندها حتى إمكانية مش تفرض على السلطة القضائية إنهم تشاركهم في المناظرة. معناها لابخوف معناها كانت المطلب اللي قدمته قناة خاصة للحوار معناها لتمكينها من الحوار مع مترشح اللي موجود توا في السجن وتم رفضه من قبل السلطة القضائية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قامت بقبول معناها المطلب هذا ما عندها حتى مشكلة معناها لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين. بالنسبة للمخالفات وتعامل الهيئة معها، الهيئة معناها نشرة مراقبين للحملة الانتخابية متاعها يعني قاعدين يراقبوا وقاعدين يرفعوا في مخالفات ويظهر لي كما سمعت رفعوا أكثر من 1000 مخالفة. أنا نأكد اللي هي أكثر
أكثر من 1000 مخالفة موجودة في كامل الجمهورية التونسية، ولكن ديما ما نجموش نلوموا على الهيئة بما أنه إمكانيات زادة متاع الهيئة محدودة. معناها قديش من مراقب مش تحطوا، معناها احنا نحكيوا على تعليق في أماكن غير مخصصة، معناها لازم المراقب يدور لها البلاد الكل مش يشوف فما معلقة محطوطة في بلاصتها ولا مش في بلاصتها، اللي هي حاجة معناها ساعات نقولوا تعجيزية معناها بالنسبة للهيئة. رملة بن فرحات عن شبكة مراقبون غدوة الصمت الانتخابي، شنية أهم التوصيات في علاقة بهذا اليوم، خاصة وأنه بعده مباشرة مش يكون يوم الاقتراع، وإحنا عمليا اليوم بدأت عملية الاقتراع في الخارج. بهي الصمت الانتخابي يبدا اليوم نص الليل. نص الليل باهي، دونك يبدا اليوم نص الليل ويتواصل الى حدود غلق اخر مكتب اقتراع. شو معناها صمت انتخابي حتى فهموا المستمعين؟ باهي، الصمت الانتخابي هو تمنع فيه كل دعايه انتخابيه او اشهار اشهار سياسي. هذوما حاجتين ممنوعين، معناها المترشحين ممثلي الحملات، معناها الحملة الانتخابية تقف، ما عادش فما حتى معلومة، ما عادش فما نشر حتى معلومة معناها للمواطنين العاديين للناخبين في خصوص مترشح أو في خصوص المترشحين. يعني المترشحين أبارتير من الصليل ما عندهمش الحق مثلا ينشروا منشورات على صفحاتهم الرسمية، ما عادش عندهم الحق، مش من حقهم يهبطوا لتيرا يمشي القهوة لا. يعمل اجتماع ما ينجم يعمل حد شيء لا وفات الحملة الانتخابية. كل ما كان مسموح به في الحملة الانتخابية هي حتى المعلقات الكبيرة اللي نشوفوا فيها توينسة الكل، معناها في الشوارع الكلها نورمالمون اليوم نصف الليل الكلها باش تتنح، ما عادش تشوف حتى شيء يتعلق بالانتخابات الرئاسية، مع ذكر انه غدوة الصمت الانتخابي، ولكن غدوة تفتح الحملة الانتخابية للتشريعية. معناها تصادف انه جيت نهار الصمت الانتخابي بالنسبة عجلالة. للانتخابية بطبيعة هذه الكل تعرفوا انتم حكاية الاجندة متاع الهيئة المستقلة للانتخابات كيفاش لازمها تقلص من الاجال الماكسيموم، فيو اللي احنا نحكيه على انتخابات رئاسية سيبقى الاوانها، معناها حتى الاجال متاع الحملة الانتخابية كما تشوفوا قصارت، في كانت قبل 22 يوم في الانتخابات هذية وليت 15 يوم، دونك حتى الانتخابات التشريعية ما نجموش يقلصوا أكثر من هكا. ألا غالب جيت على نهارين، معناها نهار غدوة ويوم الانتخاب مش يكون هو بداية الحملة الانتخابية التشريعية. واللي نخافوا تصير فيه معناها خلط، معناها في ذهن المواطنين يقول لك المترشح الفلاني هاو حزبه يعمل في حملة. دونك نوضحوا ديما المعطيات للعبيد اللي نقولوا راهو الحملة الانتخابية الرئاسية وفات توفى اليوم نص الليل ونص الليل تبدا الحملة الانتخابية التشريعية. رملة بن فرحات عن شبكة مراقبون، بدأت عملية الاقتراع بالنسبة للتونسيين في الخارج، شنو تقييمكم إلى حد الآن على ضوء المؤشرات الأولية؟ وإحنا يوم الأحد مش يكون الاقتراع في تونس، شنو توقعاتكم؟ كيفاش تقيموا هذا المسار وشنو تقولوا خاصة للمواطنين التونسي؟ على ضوء المؤشرات اللي احنا مازالت كي وصلت لنا، تعرفوا اللي احنا نشرنا معناها ملاحظين في العالم الكل في برشا دول، اللي جينا توا اللي نسبة المشاركة معناها كبيرة، معناها بارابور يمكن مقارنة بالعوام اللي قبل حتى يعني فما نسبة 14. فما نسبة مشاركة، ما عندناش الأرقام لحد الآن، ما احنا لكن فما معطيات أولية، فما معطيات أولية تقول لي نسبة المشاركة الإقبال مكثف إلى حد الآن، فما إقبال مكثف، فما صفوف. يظهر لي حتى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات زاد أعلنت على نسبة المشاركة الكبيرة هذية للمواطنين في الخارج. بالنسبة لنا نحن ندعو المواطنين الكل نهار لحد انهم يمشيوا ينتخبوا يمارسوا حقهم الانتخابي، معناها تونس ما بين يدين التوينسة الكل، الناس الكل نمشيوا نصوتوا، واللي اقدر واللي معناها اقنع التوينسة الكل هو اللي في الاخر
مش يكون رئيس الجمهورية التونسية. اليوم نجم نعتبر أنه كل الظروف مناسبة وملائمة حتى تجري الانتخابات في ظروف عادية، خاصة يوم الأحد 15 سبتمبر اليوم المرتقب. احنا بالنسبة لنا إلى حد الآن ما فما حتى معناها علامات على أنه باش تصير مخالفات كبيرة ولا حاجة. احنا نشوفوا اللي الانتخابات باش تصير كما العادة في ظروف ملائمة، في ظروف باهية تضمن معناها سرية وشفافية عملية الاقتراع على الناس الكل. الناس كل يمشيوا يصوتوا نهار لحد 15 سبتمبر. أكيد إن شاء الله يكون فما إقبال مكثف يوم الأحد 15 سبتمبر بعد غدوة، يوم تاريخي، يوم كبير مش تعرفوا تونس. وكما قالت منذ قليل رملة بن فرحات عن شبكة مراقبون، هذايا حق وهذايا واجب في نفس الوقت. واليوم التونسي حر والتونسي يختار اللي يحب، فقط يلزمنا نمشيوا نمارسوا حقنا في الاقتراع. نخلي لك كلمة الختام رملة بن فرحات لأنك مش تغادرنا نظرا لالتزامات أخرى. كما دعيت المواطنين للالتحاق بمراكز الاقتراع نهار 15، أنا حبيت نشكر الملاحظين متاعنا بالحق اللي موجودين اليوم في كافة أنحاء العالم، اللي لازم ينعود اللي هما عبيد متطوعين، معناها تقوم الصباح من 6 متاع الصباح حتى يكشي لين تسكر مكتب الاقتراع وهي واقفة وهي تلاحظ مش تبعث لنا نحن المعلومات اللي حاجتنا بها واللي حاجتهم بهم البلاد الكلها. معناها احنا رانا ندعموا من خلال الخدمة متاعنا في مسار الديمقراطي للبلاد الكل. نحب نشكر زيدا الملاحظين اللي باش ينتشروا نهار 15 سبتمبر، ونقول لهم بون كوراج الناس الكل، تونس معاملة عليكم. شكرا لك رملة بن فرحات عن شبكة مراقبون على حضورك معنا اليوم في هذا الجزء الأول من برنامج إلى قرطاج. بعد شوية ضيوفنا حسنة بن سليمان عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وليلى الشرايبي رئيسة منظمة عتيد. فاصل ورجعين.